قول عنه المايسترو، قول عنه الاستثنائي، يبقى الحقيقة اسم تاريخي في عالم الكرة الطايرة، كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر عبد الله عبد السلام. مشوار من النجاحات القياسية الحقيقة اللي بعتقد أنه يعتبر مثل أعلى وقدوة لأي حد بيبتدي المشوار. بنتكلم على 55 بطولة حققهم عبد الله عبد السلام مع الاهلي، نجاحات في مصر، نجاحات في ايطاليا، نجاحات في تركيا، نجاحات في لبنان، ونجاحات بالتاكيد مع المنتخب المصري. زي ما قلت لكم بنتكلم على 34 بطوله حققهم مع النادي الاهلي، منهم 11 بطوله دوري، منهم 10 بطولات كاس، 7 بطولات افريقيا، 1 كاس الكؤوس الافريقيه، و5 بطولات عربيه. حقق مع الجيش 2 دوري، 2 كاس، 1 افريقيا، مع تريفيزو الايطالي دوري ايطاليا وكاس ايطاليا، مع جلاتا سراي قدر يحقق كاس تركيا، مع البوشريه اللبناني حقق بطوله الدوري اللبناني، ومع منتخب مصر حدث ولا حرج 6 بطولات امم افريقيا، 3 بطولات عربيه، 2 ذهبيه في الالعاب الافريقيه وذهبيه بحر المتوسط في اسبانيا. انت بتتكلم على مشوار معجزه. هو شخصيا لو كان بيبتدي مشواره النهارده وقلت له انك هتنجح في تحقيق ده، كان ممكن يقول لك ده شيء ممكن يكون شبه مستحيل. لازم نقول له كل سنه وهو طيب، النهارده بيحتفل بعيد ميلاده، وسنه ان شاء الله باذن الله تبقى فيها مزيد من النجاحات ومزيد من الانجازات. مساء الخير يا كابتن عبد الله. مساء الفل ابو حميد، ربنا كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، واللي جاي احلى ان شاء الله. يا رب علينا وعليك يا رب، وعلى جميع النادي الاهلي وعلى مجلس ادارته، وبشكرك جدا على المقدمه الجميله ديت وعلى الكلام الجميل دوت، وان شاء الله كده نكون عند حسن الظن دايما باذن الله. ارقامك، نجاحاتك، القابك، بطولاتك هي اللي بتفرض علينا ده. احنا ما فيش اي مساحه للمجامله، احنا بنتكلم حقيقه على ارقام استثنائيه ومشوار اكتر من ناجح. اعتقد اي لاعب في اي رياضه يحلم انه يحقق الارقام اللي انت حققتها دي. والله الحمد لله، يعني ده من توفيق ربنا سبحانه وتعالى، بدعاء والدتي ووالدي الله يرحمه، واخواتي وزوجتي وكل حبايبي والمدربين، وبدعم كل الناس اللي بتشاركني في كل النجاحات اللي احنا بنحققها. ده بيجي طبعا يعني بشكل جماعي، بشغل جماعي مع المدربين واللعيبه، وسواء في النادي او في المنتخب او مجلس اداره النادي الاهلي المحترمين. فطبعا انا بشكر كل اللي ساعدوني على تحقيق البطولات ديت وعلى كل النجاحات ديت، ويا رب كده نكون عند حسن الظن دايما ان شاء الله، ويا رب الجاي احسن باذن الله. بس انت عارف كابتن عبد الله، يعني وانا بحضر وبنتابع وبنعمل كده احصائيات ومجموعه من الارقام طبعا واحنا بنحتفل بعيد ميلادك، لفت نظري كمان، وده حقيقه انا حاجه بحبها جدا واتمنى اشوفها في كل الرياضات المصريه، مش بس النجاح على المستوى المحلي هنا مع الاهلي، لانه الاهلي كيان عظيم واي حد بيلبس تيشيرت نادي الاهلي قادر ان هو يوصل لالقاب وبطولات، لكن كمان نجاحاتك بره مصر، في ايطاليا، في تركيا، في لبنان، كل ده الحقيقه يحسب ليك مشوار اكتر من رائع الحقيقه. الحمد لله رب العالمين، والله ده بيبقى برضه توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، اصرار وعزيمه وخلاص. يعني انت في النادي الاهلي وانت من صغرك، يعني انا اول حاجه طلعت من النادي الاهلي طبعا على احتراف ايطاليا، طبعا ده بيجي من تربيتك في النادي، من اصرار، من عزيمه، من اللي انت لازم تحقق مركز اول، من اللي انت لازم تكون في المتقدمه، في المقدمه على طول. فده الحمد لله رب العالمين، ده يعني الحمد لله جوه الواحد والواحد اتربى عليه، فالحمد لله رب العالمين ده الواحد خلاص ابتدى يمشي على المنهج دوت اللي هو لازم يكون رقم واحد في كل حاجه بيحققها، فالحمد لله رب العالمين على كل شيء. اكيد طبعا الاهلي مدرسه كبيره جدا واكاديميه الحقيقه لاي حد عايز او عنده رغبه في انه يحقق البطوله، لكن بالتاكيد في فروق فرديه وفي سمات شخصيه بتفرق بين واحد وبين التاني. لو النهارده الشباب الصغير سامع كابتن عبد الله معانا وبنقول انه النجاح لا ياتي من فراغ، وانه في حاجات كتيره جدا او اسباب او معايير كتيره جدا عشان تقدر تحقق مشوار ناجح على مدار سنين طويله جدا، اهم الحاجات اللي انت شخصيا اعتمدت عليها او كانت سبب من اسباب تحقيقك للنجاح ده يا كابتن عبد الله. والله يعني بص يا ابو احمد، هي بدايه الموضوع اصلا من اوله، او بدايه ان انا اخش في كره الطايره، هو سبحان الله يعني هو قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا اروح اختبارات الكوره، ما يحصلش نصيب، ربنا يكرمني بمدرب عظيم رحمه الله عليه كابتن احمد رجب، يكتشف عبد الله. يعني انا الحمد لله عيلتي كلها اهلاويه، بحب النادي الاهلي، اللي انا اغير فكرتي من ملعب كوره اللي انا اروح العب طايره. انا كان طيب انت بداياتك كانت كره قدم مظبوط؟ كان كره قدم على مستويات النادي الاهلي. ايوه، فاللي انا غير الفكر دوت، ويعني الحمد لله رب العالمين انا زي ما قلت لك عيلتي كلها اهلاويه وبحب النادي الاهلي، فقررت قلت خلاص يعني اي حاجه في النادي الاهلي ربنا يكرمنا بيها نروح كده ونشوف، والموضوع لو مشي خلاص يعني الحمد لله رب العالمين. يعني زي ما انت قلت، يعني
لو انا فكرت ان انا في يوم من الايام اوصل ان انا وصلت دوت، طبعا ده مستحيل. ايوه فطبعا كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا، والدنيا مشيت اكتر مما اتخيل واكتر من اللي انا وصلت فيه دوت، فده طبعا كرم كبير من ربنا. والحمد لله يعني كانت النيه في الاول خير، فربنا الحمد لله مهد الطريق، والحمد لله على كل شيء يعني وصلنا صحيح. لحاجه ما كناش نتوقعها ابدا الحمد لله. والمسيره باذن الله مستمره، واحنا بنحتفل بسنه جديده بقول لك فيها ان شاء الله تبقى يعني تحقق فيها حاجات احلى من كل اللي فات. بتحلم بايه السنه دي وايه اللي توعد بيه جماهير النادي الاهلي ككابتن فريق ولكره الطايره ان شاء الله الموسم اللي جاي؟ والله يعني اول حاجه يعني ربنا يدينا الصحه ويبارك في اسرتي ويبارك في زوجتي وبادي وبناتي. طبعا جميع النادي الاهلي طبعا بنوعدهم كالعاده يعني اللي احنا ان شاء الله رب العالمين تكون رقم واحد. ان شاء الله ربنا يكرم كل البطولات ونخشها باذن رب العالمين، لازم نحققها. الموسم اللي فات حصل اخفاق، ان شاء الله رب العالمين نقدر نرجع كل حاجه في مكانها الطبيعي باذن الله. ادينا صالحهم السنه اللي فاتت داخل البطوله الافريقيه، كان توقيتها صعب بس الحمد لله رب العالمين فرقتنا في البطوله، جهاز فني محترم، مجلس اداره كان في ظهرنا ودعمنا جامد جدا. الحمد لله قدرنا نحقق بطوله افريقيه ونرجع بيها، حاجه بس بسيطه كده نصالحهم بيها. ان شاء الله رب العالمين السنه دي يعني مركزين ان شاء الله تركيز تام، كل اللي حصل اخفاق فيه السنه اللي فاتت ان شاء الله نقدر نرجعه تاني باذن رب العالمين ونصالح بالجمهور. وزي ما عودناكم على طول بنبقى يعني احنا سبب الفرحه والابتسامه ان شاء الله فرقه الكره الطايره ان شاء الله، وده ان شاء الله احنا متفقين عليه وان شاء الله ربنا يعني يكرمنا باذن الله. ان شاء الله قدها واكبر منها باذن الله، وباذن الله ان شاء الله نحتفل معاكم بكل البطولات وكل التوفيق ليكم، ويبقى السنه الجايه واحنا بنحتفل بعيد ميلادك بنقول ارقام اكبر من الارقام اللي ذكرناها النهارده. كابتن عبد الله عبد السلام بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك ولفريق الكره الطايره في النادي الاهلي.